للثيل الصناعي، بالتأكيد هناك صعوبات سوف تواجه المنتخب العراقي. ميمي ميمي الله سواها وسجلها، سواها وسجلها وحظها، سواها وسجلها. أنا قلت في بداية المباراة تراها تبطي بس ما تخطي، تراها تبطي بس ما تخطي، وفرحة الجماهير. قلت هذه الجماهير تحتاج إلى هدف يرضي ويمتع، هو أبسط شيء يقدم إلى هذه الجماهير اللي حضرت قبل موعد المباراة. وميمي كان على الموعد، أنقذ العراق في مباراة مع فيتنام وسجل في اللحظات الأخيرة، واليوم يسجل في الدقائق الأخيرة. حلوة يا ميمي. وأخيرا ينجح العراق في هز الشباك الفلبينية بعد معاناة طويلة استمرت لأربعة وثمانين دقيقة. الله 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 عليك يا ميمي، الله عليك يا ميمي. يعود من جديد، يعود من جديد، وهذه المرة، هذه المرة الكرة داخل شباك الحارس الفلبيني نيل، معلنة تقدم المنتخب العراقي بالهدف الأول وفرحة اللاعبين بهذا الهدف.